عن قفشه، وانه احيانا كتيره جدا كولر بيقول للمقربين انه عنده قناعات تامه بقفشه، بس هو بيقول انه بديل ذهبي طبعا. يعني انا يا جماعه، هو دايما يقول لك يا جماعه بالنسبه لي قفشه ده لعيب مهم جدا لكنه بديل ذهبي، هل بتقتنع وتأيده؟ طبعا جدا. بس اللعيب عايز يلعب اساسي، وهو كده اساسي. هو كده اساسي. حلوه دي، طول ما هو اساسي في دماغ المدرب يبقى انت لعيب اساسي. جميل، حلو الرد ده، حلو. في وقت يا كابتن لما يكون في حوار ما بينه وبين اللعيبه، ان انا عندي اللعيب الاحتياطي اهم من اللعيب الاساسي، لان انا ممكن المباراه المنعطفات اللي فيها والتغيرات اللي فيها بتبقى كتير. صحيح. لو انا ضامن زي ما مستر كولر كده ضامن تغيير قفشه، فكم مدرب عنده التغييره دي، التغييره اللي يقدر يساعدك وانت كسبان وانت متعادل وانت متاخر او خسران مثلا. فكمدرب انت بتفكر في ال 90 دقيقه، اللاعب بيفكر في الوقت اللي هو انا عايز ابتدي، ده صحيح، انا عايز العب، لكن المدرب بيفكر في المكسب المباراه كامله. نعم طبعا. ولما يكون عندي حل المفروض انا هو كمدرب حل فعلا ما اخسروش. حلو برضه. يعني انا عندي حل، المفروض ان انا ما اخسروش. ومش هقول عن تجربه، هو طبيعي ان هو لازم يبقى مقتنع ان هو لعيب اساسي. ايوه، لان انت رقم واحد في دماغ المدرب والجمهور بيشك. طبعا. نعم. وكمان هو عنده حته يعني كبشه برضه يا كابتن، بترجع للشخصيه. ايوه، ولشخصيه اللعيب. هو في طبيعته هادي. ايوه، وبيجي وقت ربنا بحس ان بيوفقه هو لشخصيته هو. ده صحيح، عشان طيب. مثلا جون ماتش بيراميدز 3-2، جون الزمالك، نعم، جون سموحه، جون سموحه، نعم، بيتحط في مواقف اللي هو لو انت حاسس ان انت سيراميكا اللي انت لو ما لعبتش الدوري، لو انت ما بداتش وما كنتش لعيب اساسي، بس ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك. نعم. وعلى فكره بيكافئك انت وبيكافئ المدرب برضه. ده صحيح. فهو دور، ولازم ابقى مقتنع ان هو بالنسبه له دور مهم. لو بدات مفيش البديل اللي يعمل نفس الشغل بتاعي.